فرنسا تقود جهود الحد من مخلفات الطعام، فقد مرر المشرعون قانوناً يرغم المحلات التجارية الكبيرة على التبرع بمخلفات الطعام الصالحة للأكل. وراء هذه المساعي يقف أراش دورانبارش، وهو أحد أعضاء اللجان المحلية في الضواحي الفرنسية. كنت أدرس القانون وأتناول الطعام عند الخامسة مساء لتفادي دفع ثمن وجبتي الغداء والعشاء. كنت أعيش بخمسمائة يورو في الشهر، وكنت أتمنى أن يمنحني أحدهم منتجاً اشتراه من السوبر ماركت. من هنا جاءتني الفكرة. عندما بدأ أراش مساعيه لم يلقى أذاناً صاغية، ورفضت المحال التجارية التعاون معه خوفاً من التداعيات القانونية لذلك. وهذه شهادة أحد موظفي تلك المحال الذي اشترط عدم الكشف عن هويته. كل ليلة يتم ملء حاويات كبيرة بمخلفات الطعام مثل اللحم والخضار التي شارفت صلاحيتها على الانتهاء، والتي من الممكن توزيعها على المؤسسات الخيرية والفقراء. بعد الصعوبات على الأرض نقل أراش معركته إلى الإنترنت، حيث أقنع كل المشرعين بمساندته وبإقرار قانون حول ذلك. أراش بدأ نضاله على الأرض، لكنه وسع جهوده بفضل العريضة التي نشرها على الإنترنت. يدخل القانون حيز التنفيذ العام المقبل في إطار سعي الحكومة الفرنسية إلى خفض المخلفات الغذائية إلى النصف بحلول عام 2025.